السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صوتكم. طبعا كالمعتاد الهواتف ستكون مهيئة لاستقبال اتصالاتكم ورسائلكم على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة. مثل ما ننوه في كل حلقة بأنه أنتم المتصلون، يعني لديكم الأحقية في الكلام أكثر مني، ولذلك نحن نستمع إلى كل المواضيع. ولكن يعني خلوني اليوم أتكلم في ثلاثة مواضيع رئيسية. اليوم نتحدث عن حالات الانتحار التي تجري في العراق، خاصة وأن الإحصائية الحكومية تتحدث عن أنه أكثر المنتحرين هم لا يتجاوزون أعمارهم، لا تتجاوز أعمارهم 20 سنة، وهذا الموضوع جدا خطير بالنسبة للمجتمع العراقي. من كنا أطفال صغار كنا نسمع حالات انتحار، لكن يعني مو كل سنة، وإنما ربما كل 5 سنوات أو كل 7 سنوات نشوف. في مرة من المرات وأنا كنت طفل صغير انتحرت وحدة حرقا، مرة انتحرت متزوجة، انتحرت حرقا لوجود مشاكل عائلية معها ومع زوجها أو بزوجها، هكذا أتذكر يعني. لكن اليوم بالعراق حالات الانتحار جدا متفاقمة، وذلك بسبب الأوضاع السياسية المتذبذبة اللي ما تستقر على حال، أو بسبب الوضع الاقتصادي، خاصة أن الإحصائيات الحكومية تتحدث عن أنه أكثر المنتحرين هم من المستويات الفقيرة جدا. أنت تعرف صاحب عائلة، وكلتنا أغلبنا اللي تشاهدونا هم أصحاب عوائل، عندما يضيق به الحال المادي طبعا بعد ما يطرق كل الأبواب، ونتيجة للحالة الاقتصادية والبطالة الموجودة بين الشباب وبين الناس اللي هي عندها عوائل، يلجأ آخر أداء الكي مثل ما يقولون مع الأسف، وأن يقولها يلجؤون إلى الانتحار. إحصائيات طبعا مرعبة جدا ومخيفة، إذا سمح لنا الوقت أن يعني نستعرضها أمام حضراتكم. الموضوع الثاني اللي حبيت أحكي به محافظة ميسان جنوب العراق. هذه المحافظة مركزها العمارة مع الأسف تتصدر في توريد المخدرات، هي تستقبل مخدرات وبالتالي تورد مخدرات. لكن السؤال المطروح الآن، منو إلى القدرة والقابلية والنفوذ القوي على استيراد المخدرات وتصديرها من داخل العراق؟ السنوات السابقة قبل الاحتلال كان موضوع المخدرات موضوع ما يعني ما بي أي مجاملة، اللي تاجر بالمخدرات هو نتيجة الحكم مالته يكون الإعدام. الدولة لم تكن يعني متساهلة في هذا الموضوع، لكن مع الأسف بعد 2003 نشوف إحنا المخدرات واللي يتعاطون المخدرات هم بالشارع، يعني يتمايلون حتى في المشي. وأني فد مرة في منطقة باب المعظم شفت شخص شاب بعمر الورود، شفته يعني واقع ويهلوس بالكلام، وقالوا حسب ما افتهمت من الناس الموجودة قالوا هذا شارب مخدرات، فكانت صدمة بالنسبة لي. الموضوع الثالث اللي أحب أحكي به أيضا هو تصريح خطير لوزير المالية علي علاوي، حيث قال يقول خطة الوزارة يعني إذا بقت الدولة تعتمد على النفط في تصديرها ويبقى الاعتماد على موارد الدولة على النفط فقط، فربما سنضطر إلى تسريح الموظفين. مثل ما تعرفون الحالة الاقتصادية، يعني اللي ينبسط بالشارع عيشته على الله ثم على رواتب الموظفين. طيب إذا الموظفين تم تسريحهم، طبعا مو كلهم ولكن نسبة كبيرة جدا، لأن الدولة ما تقدر تدفع رواتب لأنه معتمد اعتماد كلي على مسألة النفط. طيب إذا تحولت الطاقة من طاقة بترولية إلى طاقة كهربائية على سبيل المثال، وأنتم تشوفون مثلا خاصة بالأخبار بأنه السيارة تحولت من نظام الوقود والديزل تحولت إلى نظام الطاقة الكهربائية، هذا كله حيؤدي إلى موضوع تسريح الموظفين. أضف إلى ذلك إحنا في العراق توجد مراقد دينية كبيرة جدا، بس السؤال اللي أطرحه، ليش الدولة يعني شالت موضوع الفيزا؟ كانت تفرض الفيزا على إيران 40 دولار على النفر، هاي الفيزا ليش انشالت؟ مو هاي تدخل موارد للدولة. أيضا هناك فساد كبير جدا في المنافذ الحدودية، موضوع الرشاوي والابتزاز، وقسم من عندهم يوقفون ناس متنفذين في السلطة في الدولة.
يفرضون ضرائب، والضرائب للدولة، وفوق الضرائب للدولة يفرضون عمليات ابتزاز ومساومة حتى تدخل هاي البضاعة. ولذلك نشوف بأنه معظم الشباب يلتجئ إلى موضوع الانتحار مع الأسف جدا. ويانا اتصال أبو الحسن من بغداد. أبو الحسن السلام عليكم. أبو الحسن السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أبو الحسن. شلونك أستاذ محمد؟ أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا أبو الحسن يا مرحبا، تفضل أخوي الكريم. أستاذ، حول موضوعكم حول الرشاوي وحول وزارة المالية. نعم. ألو. أي وياك وياك أسمعك، تفضل. أستاذ محمد، أولا الحكومة هي من أساسها من 2003 ولحد الآن. نعم. كل مؤسسات الدولة وكل المؤسسات الحكومية والوزارات. نعم. هي تتعامل بالرشاوي، إضافة لهذا المنافذ الحدودية. نعم. كل الأحزاب كل حزب إلى منفذ حدودي يسيطر عليها. نعم. وبالتالي هاي المنافذ الحدودية من خلالها راح يعبرون المخدرات ويعبرون الأشياء المضرة بالشعب العراقي نتيجة الرشاوي في السيطرات، وأيضا نتيجة الرشاوي في المنافذ الحدودية. ماكو سيطرة ولا قانون اكو يحكم ويسيطر على المنافذ الحدودية، او عقوبات صارمة حتى ذاك الوقت الموظف او الاحزاب عدم اخذ الرشاوي. طيب. وهذا عملية اسقاط للحكومة، وبالتالي ايضا هي ضرر على الشعب العراقي، لانه عندما تدخل مخدرات نتيجة الرشاوة او نتيجة التعامل مع قيادات الأحزاب هي هدم روح الشعب العراقي، وأيضا حتى الشعب العراقي يتناول المخدرات، وبالتالي عملية إسقاط الشباب. طيب مين دا تدخل لنا أبو الحسن، مين دا تدخل المخدرات من وجهة نظرك؟ مين دا تجينا؟ ألو. اسمعني من التليفون أبو الحسن بلا زحمة عليك حتى نتواصل ويا بعضنا. يعني المخدرات منين دا تدخل لنا بالضبط، من أي مكان؟ أستاذ دكتور محمد، المخدرات معروفة الجهة اللي تدخلها من إيران. نعم. إيران عملية إدخال المخدرات من المنافذ الحدودية اللي معادية مع إيران. إيران عملية دخول المخدرات، أولاً يريدون يلهي المواطن أو الشباب في العراق بالمخدرات، وبالتالي حتى يتم عملية الإجرام، لأن يعني يشرب مخدرات يجرم، يحاول يجرم، يحاول أشياء يسويها بحيث أنه ما يدري إيش دا يسوي. نعم. فعملية إيران أولاً تدمير الشباب، اثنين تدمير الاقتصاد العراقي. نعم. فمقصود دخول المخدرات ودخول الأشياء المضرة بالشعب العراقي هي إيران، لأنه إيران أولا تكره العراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وكل الشعب العراقي. نعم. كان موحد نتيجة الحرب العراقية الإيرانية، يقول لك هذا الشعب لازم إحنا ننهيه حتى نكتب به الروح الوطنية. نعم. أنا أشكرك أبو الحسن من بغداد. ويانا أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ محمد. شلون الصحة أبو عراق؟ بس تنويه بالنسبة لأبو الحسن، أنا مو دكتور، يعني هذا حقوق علمية، يعني واحد ما يغبون حقه وحق الناس اللي أخذ الدكتوراه. ثانيا أريد أحكي وياكم بأنه لست أستاذا، أنا يعني كبير علي كلمة أستاذ. أتكلم وياي محمد على طول. تفضل أبو عراق. عين أبو جاسم. نعم تفضل. تكلمت حول ثلاث محاور والثلاثة لنا مهمات. نعم. على الشعب العراقي. نعم. أولا شغلة الانتحار، الانتحار شيء مبين أبو جاسم أخوي العزيز. نعم يا أبي. بالنسبة هذا الفرد العراقي لو مرتاح وأموره المادية زين ما يلجأ للانتحار، يعني هو أكيد من الدين الإسلامي ويعرف بأن يعني المتحد هو باكر عقبة للناس.
نعم. بس وياها المسببين أكثر بالنار. نعم. المسبب هم إن شاء الله هم يلحقوهم للنار وياهم. نعم. ثاني محور شغلة المخدرات أخوي أبو جاسم. نعم. احنا من اول راجب للشعب العراقي الله جعل له الدوله ايراني نعم صارت مجاوره له، يعني الاعمار قابل هي تصلحها لا امشغ ربينا ذي الشيء صحيح، يعني بالنسبه لدخول المخدرات عن طريق ايران نعم، وحاجه للاعمار وحاجه الكوت وحاجه البصره نعم. اما المساله الثالثه اللي تحدثت بها تصريح الموظفين، وزير المالية يقول إذا بقى العراق يعتمد على النفط فإحنا مضطرين أن نسرح الموظفين، يعني بطلوهم. أبو جاسم أخويا العزيز، نعم يا بالنسبة إحنا لو عندنا دولة ما تستعين بس على النفط، نعم عندها واردات، عندها زراعة، عندها أشمل وأشكال عليه. نعم. بس عمي إحنا أبو جاسم ولو طلعت عليه. لا ولا إحنا ما عندنا دولة. نعم. إحنا ما عندنا دولة، لو عندنا دولة تعال يا أهل الاقتصاد تعال حلوا لنا هاي المشاكل. بالضبط. وعلى عمي إحنا راح نقعد ناسك. الجيل اللي ورانا إيش راح يسوي؟ صحيح. والله يا أخوي أبو جاسم إحنا أملنا بأمر كبير إن شاء الله. ونعم بالله ونعم بالله ابو عراق الفلوجه، شكرا جزيلا لاتصالك ويانا. محمد من الناصريه، اخ محمد السلام عليكم. محمد من الناصريه، انا اسف يمكن اطلت عليك على محمد، ربما انقطع الاتصال مدى يجاوبني محمد. على اي حال حتى ما نهضم حقوق الناس اللي دزلنا رسائل، ويانا رساله اخي مقدم البرنامج، السلام عليكم اخي، هو هذا حال العراق، يخلون الطلاب بالبيت مثل كذا. أخي معجب لهم باصات كوسترات وخليهم بالسيارات ونقلهم لهم بدال الهواء والمطر، خطية. كل الشكر والتقدير عليكم، شكرا جزيلا أخي الكريم. ويانا أيضا رسالة، عزيزي المحترم تحية لك ولجميع كادر القناة المجاهدة، كل ما جرى في العراق ويجري حاليا هو سبب هذه الأحزاب العملية الفاسدة. لا توجد دولة بالعالم تحكم 365 حزب، هاي الأحزاب عبارة عن عصابات منظمة تحت مسمى أحزاب. المثل العراقي يقول السفينة إذا كثرت ملاليحة غرقت، وهذا العراق ذهب نحو المجهول نتيجة هذه الأحزاب. وشكرا جزيلا أخوكم أبو مالك من أمريكا، شكرا جزيلا أخي أبو مالك. ويانا رسالة، السلام عليكم أخي محمد وعلى كادر قناة الرافدين المناضلة. أخي، إيران تحتل العراق وجعلت منه قضاء تابع إلى عبادان، ولذلك فهي تدمر العراق بإدخال المخدرات ليبقى الشعب مسطول مخدر. وهؤلاء الذيول حكام العراق لا يهمهم الشعب بقدر همهم مصالح إيران. أما تصريح هذا الجاهل وزير المالية فهو مقصود، ومستقبلا سيجعل سعر صرف الدولار مقابل الدينار 600,000 دينار مقابل كل 100 دولار، ولا يهمهم انتحار الشباب أو ضياع البلد، المهم امتيازاتهم وإرضاء أسيادهم حكام طهران. تحياتي لك وأخي، وأشكرك أبو محمد من النرويج. شكرا جزيلا أخي أبو محمد من النرويج. عندنا اتصال أبو ياسين من بغداد. أبو ياسين السلام عليكم. تحياتي لك اخوي استاذنا محمد. اهلا وسهلا، يا مرحبا ابو ياسين العزيز، يا تفضل يعني. اخي اولا على الانتحار، يعني نعم. اولا اللي خلينا نقول النساء لا تنتحر، نعم. يعني اللي قاتلي راجلها ماخذينه، واللي ماخذين اراضيهم، نعم. واللي ماخذين حلالهم، نعم. واللي جايين لحساب قاتلي راجلها او جهاله، يعني هاي المن تروح؟ اول شيء رب العالمين وللناس اللي اكو ناس وطنيين، صحيح. وهاي المن تتجه؟ هاي تنتحر. هذا الانتحار هذا أخي، هذا كله مرتوم، هذا كله مرتوم من قبل أمريكا وإيران وأذناب إيران اللي جاي يحكمون هسه بالعراق. ليش أكثر الدين تحرون عمرهم 20 سنة فما دون؟ شنو السبب برأيك؟ أخي مو بس 20 سنة، يعني نعم. من 60 ل70 سنة لما 10 سنوات. أخي قلت لك هالثاني، يعني اللي خلينا نقول هسه عندك الطلاب الجامعة، نعم. طلاب الجامعة يعني يوصلون خطيه بالدراسه، لما يوصلون للباب يقولون مقفول وشابين مفتاح بالمي كمثل، نعم. يعني هذا يظل يكتل بنفسه، يشوف له جسر ويشمر نفسه من يمه، صحيح. فاللي قاتل رجلها واللي 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 ف
فعندك الجهه مال الحبوب المخدرات. نعم. الحبوب المخدرات هو اكو غير جاره السوق هي ايران هي مخزن المخدرات. فيقول لك هسه عندك الشباب هسه يقول لك هي كل دوله اجناحها كل دوله اجنحتها هي شبابها. نعم. احنا من حاربتنا ايران نعم. من الثمانينات نعم. من القاتل الشايب والعجوز غير الشباب هم اللي انتصروا على ايران. اي نعم. فاخي هذا مرسوم. اي نعم اخي هذا مرسوم. هذا مرسوم فارسي صهيوني امريكي. فيقضون على الشباب. هسه عندك القهاوي اللي بالعراق اخي كله مخدرات تبوع على الشباب والله مع الاسف من عمره 15 سنه ما عمره 30 سنه. ايش يشربون؟ يشربون كريستال. هاي منين تجي هاي؟ يعني مو عندنا منافذ حدوديه. طيب شلون بدها تدخل هاي المخدرات ابو ياسين؟ اخي وين هي الحدوديه؟ أي. وين هي الحدوديه؟ هو أي. اللي واقف بالحدود هو ايراني. هم جاي اخي تاجرون اهل العمائم واهل القوط هاي كلها تجاره هاي نعم. يريدون يخلون البلد عباره عن ناس سكاره. نعم. فاخي هذا كله من ايران كلهم يدرون بها العمائم واهل القوط اللي يستترون بالدين كلهم تجار مخدرات يريدون البلد يبيد هو وشبابه ونسائه وشيبه وشبابه. هذا اخي كله مقصود. هذا انا اشكرك ابو ياسين من بغداد. اشكر اتصالك. ويانا ابو احمد من الرمادي. ابو احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. اشكركم واشكر قناتكم البطله اللي تنقل ماساه العراق والعراقيين. حياك الله ابو احمد. حياك الله. تفضل. أيه. يا ابو تفضل. هي فقرتين. فقره المخدرات أيه. هي مدروسه وممنهجه ومو بس على الشباب حتى على 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 على, على شريحه النساء في المدارس وبالاطفال وبالبيع وشراء علني. حتى بالمدارس اكو بيع شراء المخدرات. نعم حتى أوه. وصلت هاي حتى المدارس البنات يعني ما اقول لك الكليات وكذا. نعم. اي هذا وصلت وهذا ظاهره يعني مدروسه ولزمنا العصابه ولزمنا المخدرات ولزمنا هاي كلها تغطيات خارجيه. نعم. وحتى ابشرك ان شاء الله همدادي انا اشوفها بعينك تسمعها. نعم. حتى زراعتها راح ينتجونها بالعراق. يعني دا تنزرع بالعراق؟ دا تنزرع الحشيشه والكذا بالعراق؟ رايح تنزرع وعن قريب ان شاء الله تشوف المزارع الخشخاش ومدري شو اسمه ومدري شو اسمه. هاي ما عاد يجيبون اياها من هنا ومن هنا، جيراننا ما شاء الله مليانين واحنا لازم نتعلم من جيراننا. انا اشكرك ابو احمد من الرمادي. ويانا ابو صادق من محافظه بابل. ابو صادق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك ابو صادق؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك ويستر عليكم. محافظة بابل شلونها؟ أهلنا في بابل شلونهم؟ إن شاء الله زينين. والله إن شاء الله بلك تغيير الحكومة إن شاء الله تصير زينين. أبو صادق أكو عندكم حالات مخدرات في محافظة بابل؟ والله موجودة بس إن شاء الله يعني مو ذيك اللي يعني قوية بس إن شاء الله فالحكومة هاي نتأمل. شو تريد تحكي ابو صادق؟ تفضل شو تريد تحكي؟ احكي سولف. والله بصراحه عندنا مفقودين. ها؟ مفقودين عندنا هواي احنا يعني. مفقودين من اي سنه ابو صادق؟ من اي سنه مفقودين؟ ها؟ من اي سنه مفقودين؟ من 2016. 2016 شلون مفقدين؟ 14 ها؟ ها؟ من اي سنه؟ 2014 لو 2014 وين انفقدوا ابو صادق؟ والله اخذوهم من البيت، اجوهم اخذوهم وراحوا. منو الجهه اللي اخذتهم؟ مجهوله. ما تعرفون منو؟ طيب. جهه مجهوله بس بسيارات يعني وملابس حكوميه. طيب. شنو التهمه؟ هي. شنو كانت التهمه؟ ما قالوا شنو التهمه؟ لا ما اخذوهم من البيت وراحوا. ما راجعتوا؟ ما عرفنا عنهم. ما راجعتوا عليهم؟ راجعتوا عليهم مثلا سجون؟ ما خلينا لا بغداد لا ناصرية لا اي مكان يذكرونا يا نروح لهم. ما موجودين. ما حصلنا. كم واحد هم؟ كم واحد ابو صادق؟ والله بصراحة اخذوهم من عندنا هواي بس اخر شيء ذولا ولد عم اثنين اخذوهم. اي وشفناه باللقطة هاي مال البرنامج مالته.
بالخميس الفات. زين. اي بالخميس الفات طلعت لقطه مال سجن وطلع واحد من عندهم. شفتوهم موجودين يعني بالسجن؟ واحد من عندهم اي. طيب. موجود باللقطات اللي طلعت على على البرنامج مالته. اي نعم نعم. طيب طيب ما عرفتوا باي سجن؟ لو شلون؟ ما عرفتوا وين هم باي سجن؟ حتى تراجعوا مثلا تشوفوه تحاولون تشوفوه. هو انا بصراحه اتصالي رايد استفسر يعني هاي اللقطات اللي جاي تطلع عندك من البرنامج من اي سجن؟ والله هذا اعتقد هاي بالبرومو بس ما انطيك وعد بس راح احاول اشوف هذا اي سجن والله بس ما انطيك وعد يعني رايب. لانه هاي برومو صار بعيني والله حراجع ان شاء الله وإذا نعرف بأي سجن شوف بلكي الناس هنا موجودين في القناة الأخوة يشوفونا بأي سجن هذا مثلا بس ما أنطيك وعد والله يعني حتى أكون صادق مع نفسي أولا ومعاك إن شاء الله أشكرك. إن شاء الله أشكرك إن شاء الله يا أبو إن شاء الله أنتم مصداقيتكم عالية إن شاء الله إن شاء الله أبو صادق ويانا منو؟ علي من محافظة البصرة أخ علي السلام عليكم وعليكم السلام استاذ احمد تفضل يا ابو علي شلون الصحه شلون هالبصره الحمد لله رب حفظك الحمد لله الله يديم عليكم النعمه ان شاء الله استاذ احمد تفضل محمد اذا اتحدث لك انا اكون منصف واتحدث بالحق اي نعم تفضل تفضل اليوم قضيه الانتحارات اللي تتواجد في العراق اي نعم شاهدت منها كثير من الانتحارات بالبصره لو خارج البصره بالبصرة؟ لا 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 بالبصرة أو خارج البصرة تمام تمام وعندي معلومات عليها تمام كثير تمام بالنسبة للانتحارات الموجودة حقيقة يعني بعض الأحيان الإنسان ينتحر على شيء تافه نعم. ولا يستحق الانتحار مثلا أولا ايه؟ أولا يعني النقطة الأولى مثل يعني من بعض النساء مع تلتف اللي ينتحرن يعني مرات تنفصل مع زوجها نعم. هذا ما يستاهل الانتحار يا أخي طيب هو اللي 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 ما رادت أنت بعد شني يعني تنتحر على مودة يا أخي طيب شوف هذه النقطة الأولى والنقطة الأولى مع تلتف من بعض الشباب اللي قاعد ينتحرون والله هو منسق ويا وحدة أي. وهذه الوحدة الزوجة وانتحر أو من بعض واصل على أساس هو وتيوبر والناس تعرفه وله معارف كثيرة نعم. ينتحر والله اللي كان يحبها تزوجت طيب. يا أخي ما تستحق الانتحار يعني هي تزوجت ومشت في حياته أنت شنو اللي حصلت يا أخو حتى تنتحر أي بس أقول لك أبو أستاذ علي أبو حسين يعني هسه الأجهزة الأمنية رصدت بأنه انتحر 9 أشخاص بشهر 11 في العاصمة بغداد وحدها ذولا كلهم مشاكل عائلية معقولة يعني ذولا كلهم والله أستاذ أحمد كون على ثقة ثلاثة أرباحها هاي القضية هيتي نعم يعني شوف يعني أكو شغلات قاعد أقل توصف الانتحار يعني توفر الواحد نعم يعني تنسرق أمواله يروح ينتحر يحترق نعم. محله يروح يا أخي ما يراد الانتحار ثق بالله هاي قلة إيمان هذا الإنسان لو حقيقة مؤمن بالله ما ينتحر يا أخي ما يتوصل إلى هيك مشروع نعم. وأنت تعرف هذه قضية الانتحار لا تتوقع بعد الله تبارك وتعالى أن يغفر لهذا الإنسان المنتحر يا أخي نعم. هذه جريمة يعني أنت حكمت على نفسك بالانتحار يعني هذه جريمة كبرى يا نعم. أخي نعم هذه النقطة الأولى. طيب. والنقطة الثانية طبعاً دخول المخدرات. خلينا نكون منصفين. نعم. اليوم هو مو بس العراق تدخل مخدرات. طيب. اليوم المخدرات تدخل في العراق وموجودة في دبي وموجودة في السعودية وموجودة في الكويت كذلك نعم. وموجودة في كل بلداننا المجاورة. المخدرات هو سرطان. اي بس في اي بس بس ليش ما كانت هذه الحالات موجوده قبل 2003 ليش هسه تفاقمت اكثر من اللازم غير اكو اسباب يا اخ علي مو انا اقول لك اياها انا اقول لك يا استاذ احمد نعم. هي مشكله النت اليوم النت اللي موجود نعم. والتواصل الاجتماعي هو قاعد يوصلنا لهيك مشاكل نعم. اللي قاعد يدمر الشباب يعني مثل انا اقول لك اياها شلون نعم. التواصل الاجتماعي اذا نشر جريمة
قتل راح تنتشر او قضيه انتحار راح تنتشر على التواصل الاجتماعي. كذلك المخدرات يعني شوف عجيبه، يعني اليوم هذا بلداننا، كل البلدان اللي موجوده او نعم. منطقتنا المهم، يعني كل منطقتنا قاعده تعاني من هذا السرطان اللي جانا، هو التواصل الاجتماعي هو سبب دمار المنطقه. يا الله ان شاء الله يبعد علينا المخدرات ويبعد علينا حالات الانتحار. انا اشكرك علي من البصره، ويانا ابو شيماء من بغداد. ابو شيماء السلام عليكم. أبو شيماء إذا تسمعني. طيب ويانا أبو مروة من كربلاء. أبو مروة السلام عليكم. نعم أخي العزيز، سلام عليكم. هلا يا شكرا جزيلا. هلا أبو شكرا مروة، شكرا يا حبيبي. تفضل يا أبا تفضل. الله يحفظك. أيني أنا أحب أعقب على الأخ المتصل من البصرة وكأنه يريد يبرئ النظام السياسي عما يحدث بالعراق. أنا أرد أسأله، أنا عشت 4-5 حكومات. نعم. من عبد الكريم قاسم إلى قبل 2003 ما أسمع أبداً بقضية انتحار إلا قضايا فردية ضئيلة جداً. أي نعم. لكن اليوم فشل النظام السياسي، أكو أطفال ولدوا بعد 2003 نعم. ما شافوا الأنظمة السابقة الدكتاتورية. صحيح. لكنه لحقوا على نظام سموه نظام ديمقراطي اتحادي كذا كذا، جملة من الأوصاف لهذا البلد. وإذا بعد 20 سنة صار عمر الشاب شاف لا نظام لا اتحادي ولا ديمقراطي ولا أبدا، كل هذا ما موجود. نعم. شافوا ناس لصوص. نعم. وهذا الكلام اللي أنا بدي أحكيه أكو شواهد عليه، والشاهد الأول والأخير هو إلا ما وصلنا إليه. يعني هذا الشاب اليوم لما يصطدم بهذا الواقع. نعم. وين يروح؟ صحيح. أخوان هذا فشل النظام السياسي بالعراق، خلي يعلم الجميع، خلي يعلم الأخ العزيز ابن البصرة وابن نعم. ولد العراق، إحنا وصلنا إلى الفشل، وهذا مو إحنا دا نحكي، هم السياسيين نفسهم دا يحكوا نفسهم من ألسنتهم، دا نسمع الفشل السياسي اللي وصل. واليوم آخر، اليوم آخر تصريح الوزير المالية يبشرنا بخير على أساس نعم. انه منا الى 5 سنوات او 10 سنوات اي 10 يعني تنهار اسعار النفط، يعني ما معناه ده يعلن افلاس العراق مقدما، ده يعلن عن افلاس العراق. زين اذا يسرح الموظفين الناس شلون تعيش؟ نعم. ابو مروه نعم نعم الناس شلون نعم. تعيش؟ خلي يقول له اي خلي يروح للورقه البيضاء مالته، يشوف الورقه البيضاء مالته. نعم. ناس ما ايش اوصفهم، والقران ما اعرف ايش اوصفهم. يا أخي يا أخي 20 سنة من تاريخ الشعوب، وين وصلتونا أنتوا؟ وين وصلتونا؟ وين تردون بينا؟ إحنا لما نسولف على الفضائيات مو لك وقت لسان. نعم صحيح يا أخوان. صحيح. هاي حرقة وين تتوصلونا بعد يا سياسي؟ أنتوا وين رايحين بهذا البلد؟ كم عيب 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 هذا البلد المحترم، هذا العراق غني، وإذا تعلنون عن إفلاسه تصرحون الموظفين. اشكرك. انا اشكرك ابو مروه، صعدنا الضغط مالتك، اسفين جدا والله. ويانا ضياء من الفلوجه. ضياء السلام عليكم. وعليكم استاذ احمد، شلون صحتك؟ محمد شلون ان شاء الله ما كفرت. شلونك يا اب؟ اهلا وسهلا، تفضل يا الله يسلمك. شلونكم؟ تحياتي قناه رافده تحياتك استاذ محمد. الله يسلمك حبيبي الغالي، تفضل يا اخبارك استاذ؟ والله الحمد لله. والله استاذ موضوع احنا يوميا نحكي، ترى انا ضياء من الفلوجه من جرمه يوميا احكي. نعم نعم. وأقول والله يا أستاذ هو الخلل يم الحكومة، أقسم لك بالله سعنا حلنا وربطنا وشيتنا هذا عشينا يم الحكومة يا أستاذ. لا خلي المخدر يطلب العاطي ندعمه، خلي أقول لك أنا حل الشيء منه، حل الشيء من الوضوح حتى على مود أريحهم هم، خلي يسمعون السياسيين وخلي يسمعون كل مسؤول هسه يشاعرنا ويسمعنا على قناة الرافدية. والله لا خاف، والله ندعمه العاطي ما أخذ تسليم، والله ندعم العاطي ما يجيب مخدرات، والله نطوي أرملة ونطوي فقير ومسكين، وإحنا خيرنا ابن الأنبار ترى خير أكثر من رأسه، ابن الناصرية خير أكثر من على الرأسه. بس شنو أستاذ؟ أكو حرامية أنا دا أحشي كل خامس مرة لك، شلون أنت من تجيك بيدك على الأصور؟ خلنا نشوف مثلا أستاذ محمد. نعم. من تيجي تمد يدك على جزر والتمثال، لأن ما دام قدامك طيور تأكل حرامية قدامك، أنت ما يقدر تمد من جارك تأكل، لأن ما تقدر تأكل المسولفيت تروح بيها. والله يا استاذ نقول يا عمي احنا خاطر الله يا تم هالبلد مباشر، انتم مسؤولون اوقفوهم انهم مسؤولون. اوقفوهم انهم مسؤولون. صحيح. نعم نعم
عليك اوكلها حرام. شيء اتحاسب امام الله، احنا دولة باكر نوقف قدامهم والله عليكم ان نقول لهم سووا قد حروفنا شوفتونا ويلات. هاي من 2002 تهجير قتل تسليم نعم. شو تريد من العراق موجود يعني تقف الشارع تعطل والله يا استاذ ما حد يقبلك ابن عمك يغلس عنك اللي يجي من قريب يعني تتكاور بالشارع والتواد والسجاشين يذبحونك ما حد يصد عليك. لا استاذ شو تريد شيء بس مخدرات يعني نعم. شو هسه انت استاذ شاهد اقرب كلمه لايف انا بكي رايح جاي على العلاوي نعم بيف 18 من جدي يعني احنا مو عندنا خير مو احنا نصدق على الدول مو ننطي نعم بل هنا كافي مو احنا من انبار خال هم طلعت مظاهرات وهم هجموا بيتنا وخلانا هسه بطرق الكيه والحديده ومطبخ المدينه وهم احنا واحنا وبالتالي فيا استاذ ان الله يسلم راغيب ان نعم. الله ان شاء الله يا رب يهدي سياسينا كلهم من كبارهم لصغارهم نقول يا ابو الهلطين بينا هسه قرض اريد منكم 25 مليون ترى كانما ياكل حق بالي حطب حقه انا ادعم الحافظ 25 مليون قرض حتى يسد الطلب العاليه يوكل جهاله يبنى له محل يعني والله ما شاء الله يا استاذ احنا تحياتي لكم. اشكرك يا ابا اشكرك ضياء من الفلوجه شكرا جزيلا على اتصالك ويانا الاخ ابو زهراء من كربلاء تفضل ابو زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أبو زهراء تفضل يا أبو. شلونك غاتك؟ أهلا وسهلا يا مرحبا غاتك ربك يا أبو. تفضل يا أبو. والله أنا بس نحكي عن معاناة مال الظروف الصعبة. نعم. على الفقراء شوية أمورهم تعبانة. نعم. إيه فإحنا على الوجبة نناشد وزير التجارة المحترم. نعم. وأي إنسان محترم بهذا البلد. نعم. ويسعى يعني اتجاه الفقير ويقدر ظروف الفقير. نعم. أن يحسنون البطاقة التومينية، البطاقة التومينية جاي ما عديه بطل دهن، شو يسوي البشر شهر شهرين جاي يظل يلا يجي. هسه ايش بدك تستلمون بالبطاقة أبو زهراء؟ البطل دهن للنفر. بطل زيت للنفر بس؟ إي زين نوبات شهرين الله يجوبونه، نوبات شهر. زين كيلو شكر سووه كيلو شكر شو يسوي الانسان؟ صحيح شهر كله شو يسوي؟ اي الطحين ياكلونه شهرين ست اشهر جاي. نعم. يعني اذا جاي يظل عنده عائله 20 نفر او 15 نفر شو يسوي له كيس الطحين اذا ظل شهرين وهسه كيس الطحين ب 40,000. صحيح والله يا ابو صحيح. زين العوائل التعاني لا عنده الشباب قاعده ماكو فرص عمل. الما عنده اسمه الما عنده زين وين تروح هاي العالم امورها تعبانه. هو انت تعتقد بسبب الوضع الاقتصادي هذا اللي تفضلت به قبل قليل هذا ساعد على عمليات الانتحار اللي احنا اليوم موضوعنا عليه الناس ده تنتحر؟ احنا نعم. نطلب من كل خير ومن كل انسان يسعي يقدر ظروف الفقراء ويقدر ظروف هذا البلد نعم يحسنون الوضع المعيشي للفقير للطبقه الفقيره اصحاب الدخل المحدود. نعم. زين هسه الشاي مشترى. نعم. الشكر مشترى. الصابون مشترى. التايت مشترى. كله مشترى. زين اللي عنده عائله ضخمه وين يسوي له هذا؟ شو يسوي له؟ مليون دينار بالشهر ما يسوي. ما تكفي يابا ما تكفي والله. شكرا ابو زهراء من كربلاء، انا اشكر اتصالك ابو زهراء. ويانا ابو علي من الناصريه، ابو علي السلام عليكم. بس عندي تنويه، ابو شيماء اتصل مرتين وانقطع، يمكن الرصيد مالته خلص، فارجوكم اخواني في الكنترول اتصلوا على ابو شيماء، احتمال ما عنده رصيدي والله. ويانا ابو علي من الناصريه، ابو علي السلام عليكم. الله يسعدك ويشونك. اهلا وسهلا يا مرحبا، هلا ابو علي، هلا ابو علي يا مرحبا، تفضل يا ابو. خويا انت تسولف على شو اسمه العراق. اي شوف يعني العراق صاير مؤامر عليه من نعم. امريكا ومن ايران. هذا الشباب يعني اقول لك من ينتحر يعني عنده ماكو عمل. يعني هذا الشاب نعم. من يريد ينتحر لاكو عمل لا واحد يعينه نعم. وهذول ماكو هم هذول الحراميه يعني هم هذول هسه تجيني يبكي على خبزته اي نعم. كلمه يقول يا روحي اي صحيح هسه يفوق ويطلع هسه ماكو شوف يحمل ويطلع وين يروح؟ لا امريكا هناك عنده ايش قد عمرك ابو علي؟ ايش قد عمرك الله يطول بعمرك؟ ايش قد عمرك اقول لك؟ الله يطول بعمرك. انا عمري 25 سنه.
شنو ماكو شغل بالناصريه؟ شغل ماكو؟ لا انا عايش الحمد لله والشكر الحمد لله. بس اكو ناس يعني هو ده نحكي على بقيه الناس يعني ده نحكي على بقيه الشباب يعانون ماكو شغل بالناصريه؟ لا هي ما ابي اشي شيء ناصريه ما ابي اعمل هو شوف انا اقول لك هسه احنا من نحكي على ذاك النظام ذاك النظام هسه احنا من نحكي على ذاك النظام شوف احنا نسولف حق الله ذاك النظام كان يعني اكو عمل موجود محامي لا تشتغل زين برميل النفط 250 وجبه موجوده هسه واحد من يحكي لك هذا يجوز هذا من جماعه النظام لا انا احكي حق الله فكان ماكو البرميل النفط مو وايد كان يعني كان بال 20 اي 17 18 صحيح اي 17 كان اكو عمل يعني الشباب يشتغلون يعني اكو عمل حتى هاي الاذاعه مالت المالكي يعني يطلعون بها قالوا النظام البايد هم ذولا استووا فاقوا اخويا حرقوا الحاميه دمروا العراق وشردوا وقالوا احنا من جماعه رفحي يعني هم ذولا يعني ما يفكر بس الناس يفكر الطوف مال المليون وظل يحكي على النظام ظل هيك النظام وهيك النظام انتم شنو سويتوا؟ هو سوى المالكي هسه احنا شوف لا ضحيه احنا ولا هاي انتم لا من يطلع يا شارل المحمد يقول احنا والله والله احنا ماكو نظام هيك البايد وقعني اعدام احنا زي وقعنا بالاعدام انتم شنو سويتوا هزاتهم؟ زين هذا يا قدس مالين هذا زين ما ربحه سوى باقوا غوغاء هم ذول سووا انا اقول لك الله كلك بهم غوغاء زين حرقوا المعسكر زين باقوا المصاريف سووا هم ذول الله وكيلك كل شيء ما سووا وكانوا شوف نايمين وين يعني وكان ما حد يعني نام كان بالرصيف ينام هم ذول جونا والله يابا حتى 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 عوائلهم مو موجوده في بغداد يعني 90 95% حتى عوائلهم مساكنه في العراق ساكنين خارج العراق العراق لان يعرفون الوضع بالعراق صعب جدا. انا اشكرك ابو علي من الناصريه اشكر اتصالك ويانا. ابو رسول من محافظه ميسان. ابو رسول السلام عليكم. السلام عليكم ابو رسول. وزاره الداخليه تقول محافظه ميسان تصدرت في توريد المخدرات من نوع الكريستال والحشيش، صحيح هذا الكلام؟ هذا صحيح هذا الكلام؟ والله استاذي ابو جاسم استاذي ابو جاسم بالنسبه للمخدرات جميع المحافظات هتندست بالمخدرات زين من سبب المعيشه عزيزي ابو جاسم احنا هنا محافظه ميسان احنا عايشين بالهوار كان الهور احنا عايشين بالهوار هسه الاهوار طق الصحراء دوم ماكو ماي يعني هسه الاهوار ما بيها مي ما بيها مي نشفت فدنوب دوم نشفت فدنوب عجيب او هسه اخر شيء احنا ظلينا لا عندنا معيشه ولا عندنا فرد العائلة كل واحد 10 نفرات عنده يردون عيشه لعد مين عايشين او ابو رسول مين عايشين بالاهوار الله شاهد كنا عايشين على السمك والله المفروض نخصص فت حلقة خاصة بالنسبة للأهوار حقيقة إن شاء الله قادم الأيام إن شاء الله نخصص حلقة على الأهوار الموجودة في الناصرية وفي ميسان طيب طيب هستوا على شنو تعتمدون بالمعيشة والله العظيم بس على الهور وهذا الحكي ماكو انتهى من الجماعة أظل الأهل النواب هم الفشلوا بالسالفة. والعظيم لا أعطونا ماي ولا أعطونا وجبة مع الماي ولا معيشة ولا راتب ولا رعاية وكل شيء ماكو. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أشكرك أبو رسول من ميسان أشكرك شكرا جزيلا ويانا أبو شيماء من بغداد طبعا أبو شيماء اتصل وانقطع الاتصال إحنا اتصلنا عليه لأن ربما حتى من خسره أكثر تفضل أبو شيماء أبو شيماء تفضل. ويانا ابو شيماء ابو شيماء ابو شيماء تسمعني السلام عليكم وعليكم السلام يا مرحبا اهلا ابو شيماء مشتاقين لك مشتاقين لك يا طيب الله يخليك الله يسلمك الله يخليك ابو شيماء على الراس على الراس تفضل يابا الحمد لله اهلا وسهلا ابو جاسم بالنسبه لوضعيه المخدرات هو البلد ترى صدق واحد شريف وبن عوادم يمارس المخدرات نعم المخدرات هي يعني يا سبحان الله ترى
اكو ناس محترمه محافظه على ولدها محافظه على نعم شبابهم المنطقه يتقربون، فاكو ناس يعني هم من يا سبحان الله هم تعبانين. شوف وين تكثر تكثر بالمناطق التعبانه. اي نعم تعبانه ماكو المناطق. شنو يعني التعبانه؟ ايش تقصد بالتعبانه؟ تجاوزات يعني ما لا خلينا نقول المناطق الفقيره افضل، خلينا نقول المناطق الفقيره مو التعبانه. غير التجاوزات هذول اذا اكو عد يربيهم وبصوره صحيحه ما اتصور واحد بس انه ابو شيماء ابو شيماء اي بس دول لا لاقين لو لاقين شغل لو لاقين مثلا يعني فت حياه جيده ما يلتجؤون الى المخدرات. تدري المخدرات وضعيتها صعبه جدا ابو شيماء. يعني واحد واحد من الضيم اللي بيه يتجه هيك اتجاهات كم مثل ما تعرف حضرتك ابو جاسم. نعم. تدري شلون المخدرات انه لو فاتحين البارات بالمناطق المحافظات كان ما صار هذا الشيء. قبل العالم بارات موجوده. نعم. وشروب موجوده جلكم الله. نعم. اشوف العالم تلجا لهي الشغلات هسه من حد هناك بالمحافظات. زين اتجهوا هذا الشيء. نعم اي اتجهوا هذا الشيء هذا. نعم. فهو يعني هو هذا ما يجوز المفروض يعني وما طبعا طبعا يعني انه واحد اي نعم. فاحنا شنو نريد؟ نريد الله يستر على العالم، الله كريم على امه محمد. الله احنا شنو نريد؟ انه العراق ان شاء الله يعيد عافيته. احنا من ضد الصوت على فلان، هذا سيطال لك وقال لك كذا هيك وقال لك ذاك الدوله الفلانيه. هي كل الدول ترى يروح يشوف السعوديه ذاك اليوم تقرير. نعم. 80% يماصون هذا. هسه احنا مو علينا، احنا علينا بنفسنا. هسه خلينا نعالج وضعنا ابو شيماء. الناس دول الشباب الورود هاي خلينا نعالج وضعها حتى ما يتجهون لا للانتحار ولا للمخدرات. انا اشكرك ابو شيماء من بغداد، شكرا جزيلا لك. ويانا شو اسمه عندنا رساله يقول السلام عليكم محمد. الفاشل نور المالكي يتبجح بانه اعدم صدام حسين. بكره الدور هيجي حيجي علي لان الدنيا دواره. اخوكم احمد من مصر المحله الكبرى. شكرا جزيلا اخي محمد لو احمد. ويانا يقول اخي محمد انت تستاهل بتاعه وراح وتستاهل نقول لك استاذ. بالعكس لا، الاستاذيه مو الي طبعا، اكو حقوق بالاستاذيه. اخي محمد انت بقيت تطلع انت يوميه على البرنامج لان احبك. شكرا جزيلا اخي الكريم اللي باعث هاي الرساله. بس اريد قبل ما انهي للناس اللي يعانون من مساله الضوجه. ويانا اتصال حسين من كربلاء. حسين من كربلاء تفضل اخ حسين. تفضل يا السلام عليكم. هلا يا ابو، هلا حبيبي. تفضل يا ابو حسين. شلونك يا ابو؟ تفضل. اهلا وسهلا يا مرحبا، شرف بيك. الله يحفظك. تفضل يا ابو. انتم شو رايكم على هاي المشروبات وهاي اللي قضايا؟ اي نعم. الو وياك اسمعك. شو علي صوتك بلا زحمه عليك. الو تفضل اسمعك حسين. الو وياك حسين اسمعك. تفضل يابا. يمكن حسين ما دا يسمعنا بشكل صحيح. على اي حال ما جايت معك. نرجو العد سد التليفون واتصل مره ثانيه. عيون حسين سالفتكم على المشروبات وعلى القضايا. والله يا ابا ما داف تهم شيء من عندك حسين. اغلق التليفون واتصل مره ثانيه اذا ما تصير زحمه عليك. بس اريد قبل ما انهي البرنامج يعني قبل البرنامج من اختارت المواضيع كان لي اتصال ويا طبيب. طبعا اي طبعا ماشي ثلاث دقائق. النفس تمرض، النفس تمرض. انا دا احكي على مساله حالات الانتحار. النفس حاله حال بقيه الجسم. واحد يصير عنده التهاب اللوزتين، واحد يصير الضغط والسكر وكذا. الله يبعدكم ان شاء الله. اكو مساله اسمها بالدماغ اسمها النواقل العصبيه. هذا حتى الناس اللي تشعر بالضوجه اكو شيء بالدماغ اسمه النواقل العصبيه. النواقل العصبيه صايره هيك مثل هذا. وحده من النواقل العصبيه، هذا طبعا كلام مو كلامي، كلام دكتور بروفيسور. واحدة من النواقل العصبية اللي هي مسؤولة عن النشوة والكذا والارتياح بالدماغ، هذا من نتيجة الضغوط ونتيجة القلق، الضغط النفسي والضغط العصبي والقلق والمعاناة اليومية اللي شاهدها، يصير عنده خلل في إحدى النواقل العصبية اللي مسؤولة بالدماغ عن الفرفشة، خلي هيك نقول. فهذا يصير بيها نتيجة الضغوط يصير بيها خلل.
ما تقوم تفرز المادة الكيميائية اللي تساعد الشخص على مسألة الفرفشة، يصير بها خلل. شلون تعوض؟ تعوض بالمواد الكيميائية يعني الأدوية. أما هذا مثلا تروح إلى طبيب نفسي، وطبعا مو عيب إذا واحد يروح طبيب نفسي، بالعكس، لأن النفس مثل ما قلنا تمرض حال حال بقية أجزاء الجسم. من يروح للطبيب النفسي الناس عبالهم عيب وما يصير وشون وكذا، لا بالعكس، أصبحت الآن هذا المرض الأول بالدرجة الأولى في العالم هو المرض النفسي. فعندما يقعد قدام الطبيب والطبيب مثلا يقول له على هذا الكرسي هيك المائل كذا، يقول له احكي لي قصة حياتك وكذا، هاي كلها ما تجيب نتيجة. النتيجة اللي تجيبها بشكل صحيح هو عن طريق الأدوية الكيميكال، يعني عن طريق المواد الكيميائية اللي تعوض الجسم أو تعوض الدماغ بهذه المادة. ليش؟ لأنه الدماغ من يتعرض إلى ضغط نفسي وعصبي على مرور يعني مدة طويلة، خلينا نقول شهرين ثلاثة أربعة سنة، فالناس ما تقوم تعرف مثلا يقعد الصبح يشوف نفسه ضايج ما يطيق أحد، يحب ينعزل أو كذا، فهذا نتيجتها، فهذا النتيجة مالتها أو الدواء مالتها هي عن طريق أدوية، عن طريق أدوية حتى نبعد عن شبابنا وشاباتنا عملية الانتحار، فيلجؤون إلى الأدوية. يروح الطبيب نفسي ويقول له الأدوية مالتك واحد اثنين ثلاثة، ينطيك أكثر من دواء اثنين أو ثلاثة ويلتزم بالأدوية. وطبعا حسب رأي الدكاترة الأطباء بأنه عملية الشفاء ما تتم في يوم وليلة، تتم على مثلا شهرين أو ثلاثة، فهو حتى لو يأخذ أدوية ما حس بالنفع مالتها، لا هي على المدى الطويل، هاي الحبوب هاي الأدوية على المدى الطويل يعني مو ممكن وإنما أكيد تجيب نتيجة. فمعب يا شبابنا اللي تعانون من ضوجة، اللي عندكم مضايقات الحياة اليومية بالرزق بالكذا، معب إذا تلتجئ إلى طبيب نفسي. ومثل ما قلت لك الخلل هو خلل كيميائي حال حال بقية الأمراض ترى. أتمنى أن تكون رسالتي وصلت. أنا أشكر جميع المتصلين، بس عندي على السريع جدا حتى الناس اللي دزت. يقول السلام عليكم ورحمة الله، الله ينتقم من كل ظالم وكل فاسد إن شاء الله، يومكم قريب يا قتلة الشعب يا كذا. أبو ثائر من صلاح الدين ويانا أيضا يقول تحية طيبة. سبب انتشار المخدرات هي أحزاب متنفذة ولها ارتباط مع الحرس الثوري الإيراني وحكومة طهران، وكذلك جعلوا العراق ممر لتمرير المخدرات إلى الخليج. شكرا جزيلا على اتصالاتكم وعلى رسائلكم، وأشكر المشاهدين الذين تابعوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.